أيها النظر الكرام، تحياتي لكم. احنا في مدينة وجدة، وبالضبط في مزرعة الأحباب في طريق جرادة. في طريق جرادة وراه معنا السيد هنا صاحب المزرعة، كيقول لنا الثمن ديال الخروف. أولا، كي داير الخروف هذا العام؟ واش كان شي زيادة ولا ما كانش؟ كان زيادة، شحال تكون؟ لأنه العلف غالي. إيه، زاد كنا بحال مثلا العام اللي فات نجيبوا العلف ب 17 الشكارة، ب 18، دابا هو يدير قريب من 40 درهم، 42000 حتى 43000. والقنطار يوصل حتى 54 56. يعني العلف اللي غالي هو اللي خلى الخروف يطلع. علاش؟ انه الكسيبه غاليه، بصح الخير موجود، وخا هكاك راه الحولي موجود، الخير موجود الحمد لله. مثلا هادو هنايا قلنا ها تبارك الله الحولي موجود. وهنا خويا من 4000 4500 بعت ب 5000، بعت 5200. زيد كلها وثمن، يعني كل بقى كل خروف والثمن ديالها. ايه، وهاد الخرفه اللي عندك كلهم مرقمين؟ كلهم مرقيين، مرقمين مبيوعين، الله يسخر لهم ليهم ان شاء الله. طيب أيه، يعني المرقمين ديك يعني ديال الفيتالين، ديال البيطاري، كل شيء مريقل، لونصات، كل شيء مرقم، كل شيء واعر. نقدر نشوفوا نزل لقدام. ايه، شوفوا لقدام. مرحبا، شفنا هاد البلدي، هذا ديال شوف هاد الحولية، تبارك الله. شوف تبارك الله، هذا الدغمة ديال بنيدي، كلشي كان الدغم، كان الشجر، يعني على حسب الناس، كل واحد واش كيبغي، كل واحد يبغي العرس اللي بغيها. شحال قلتنا هنا بسم 4000؟ من 4000 درهم وطلع حنا التسامي. 4000 و 5000؟ من 3800 ل 5000، 4000 على حسب الحول. على حسب الحول، واه هذا صحاح. هنا صحاح، من 3000 حتى 3500، هادو 3600 3700، من 3700 وهو. إذا هنايا ما بين 3000 و 3700. 700 وهو، 3500 على حسب 3000. يعني شحال زادت في الحولي من العام اللي فات لهنا بالضبط؟ شحال تقريبا؟ 100000 في الحولي زادت؟ لا ما وصلتش 100000، ومن تكون ديك 70 80. يعني 70 80 زايدة زايدة 100%. إذا غادي نوليو فوق معاك نشوفوا ديك الجهة. مرحبا، مرحبا. عندك السي العربي هنايا، على شوية ديال عندك السي العربي، مولاي العربي، مولاي العربي. الله يحفظك أودي السي برزاق. إذا هنايا عاوتاني الثمن، ركزوا شوية هنا، نفس الثمن شوية طايح. الثمن منا اللي كنبيع، هذاك منا اللي كنبيع دابا. دابا بشحال راك تبيع حنا؟ أنا كنبيع ب 4000، 4100، 4200، 3900. شوف شوية الدراري يشد شي واحد وقربوا. قول لي، بغيت نسولك هذا ديال 4000 مثلا، بحكم انك تحسب وكذا، شحال غادي يقدر يوزن؟